وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. بعد التحية سيد سعد، نظام الدوحة ينتهج سياسة المظلومية ويجيد أو يحاول إجادة لاعب دور الضحية، هل ينجح هذا النظام في خداع المجتمع الدولي وبالتالي يكسب التعاطف؟ طبعا الادعاءات القطرية في المؤسسات الدولية هي تأتي ضمن النهج التطرفي للنظام القائم على الادعاءات المظلومية والعدائية، حيث هذا النهج تتخذ الدوحة بعد خسارها الضخمة بسبب القرار المقاطعة الدبلوماسية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب. نستذكر في هذا الإطار اليوم رفض منظمة التجارة العالمية اتهامات قطر للمملكة العربية السعودية بخصوص انتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت المنظمة أن الدول المقاطعة جميع إجراءاتها سيادية، حيث أن المادة الاستثناءات الأمنية والتي تنص على إمكانية اتخاذ الدول الأعضاء إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حال وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينها، حيث خالفت قطر باتفاقات أمنية وعلى رأس اتفاقيتي الرياض 2013-2014. وللأسف أن بدلا من نقل الحقيقة للشعب القطري، قام جناح الإرهابي الإعلامي للنظام القطري قناة سجل جزيرة في فبركة جميع أخبار الفشل القطري في القضايا التي رفعها النظام ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وكل ذلك لإخفاء الادعاءات الكاذبة أمام الرأي العام المحلي. يجب أن ننوه أن جميع الادعاءات القطرية التي تقدمها المؤسسات الدولية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهذا أسلوب عدائي تقوم على تلفيق تلك الادعاءات أمام المنظمات الدولية. وكل هذا الفشل القطري كذلك سببه شيء واحد، هي نتيجة سياسات قطر الداعمة للإرهاب والكيانات الإرهابية المتطرفة المستمرة للعمليات الإرهابية والتي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية وعلى رأسها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر. نعم. كما أن يجب كذلك أن ننوه التزام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بسلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت قطر في الدفاع عن التزاماتها. اليوم للأسف ندعو النظام القطري بضرورة إحكام العقد بتنفيذ التزاماتهم مع الدول اليوم المقاطعة في تنفيذ اتفاقيتي أو الشروط 13 والتي تستمد من اتفاقيتي الرياض 2013-2014 والمواثيق والبروتوكولات الدولية والقانون الدولي. نعم، الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لك.